السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناتكم المطبخ العربي مع نسرين كويزين دو نسرين. لا فيديو تاع اليوم البنات جبت لكم سابلي بريستيج محشية بكريمة بزاف مليح، يعني خاص بالمناسبة تاعكم، تقدروا ديروه يعني حتى للأفراح أو حفلة البكالوريا أو العيد تاني، لأنه الجلاساج تاعها ماهوش جلاساج تاع السكر، جلاساج بالشوكولا. نتمنى لا فيديو تتفرجوه للاخير وتخلوا لي رايكم في التعليقات. هنا يا البنات وش عندي؟ عندي وحدة صفار بيض وبيضة كاملة، عندي 100 غرام سكر غلاس، ملعقة حليب لحظة او حليب بودرة، زوج ملاعق زيت، 250 غرام مانغارين ولافاني، ولا مانغارين الثانية باش نخدموا بها كريمة الزبدة. كريمة الزبدة حنحطها لكم في فيديو وحده. وعندي 500 غرام فارينة. هنا يا البنات يعني الزبدة تكون غامولي بدرجة حرارة الغرفة، نخلط مليح الزبدة تاعنا مع البيض، ندخل كامل هاد المكونات. من بعد البنات ندير الزيت، زوج ملاعق زيت، عندي هنايا ملون غذائي احمر، انا ندير يعني غير قطره صغيره باش تعطيني شويه لون وردي، كي طيب يعني ما تديش اللون وردي بزاف، غير شوية. نزيد 100 غرام سكر غلاس، ونديرو لافاني بيان سور ما نساوهاش، وقرصة تاع الملح باش ما تجيكمش لاباط تاعكم صامطة، وعندي 500 غرام فارينة. هنا البنات عندي نصف كيس تاني خميرة الحلويات اللي هي 5 غرام، ونزيدو لافاني، تقدروا ديروا لافاني ليكيد. 500 غرام فارينة تجيكم سوا سوا، يعني انا جاتني قد قد هاي لاباط تاعنا، شوفوا طريه، ندخلها للتلاجة حوالي نص ساعه من بعد نرجعها. فوالا البنات هنايا بعد ما العجينه تاعي راهي طريه نفتحوها، ما نحبش نفتحها بالفارينة، يعني نديرها على ورق الزبده من فوق فيلم اليمونتير ونفتحها. ديروا يعني سمك نصف سنتيمتر ولا اقل، هنا البنات انا نقطعها بهذا الطابع. شوفوا يعني السمك تاعها كيفاش، ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش خشينه، وندخلها الفوق، يعني نحطها في صينيه تاعي ندير ورق الزبده، يعني ما نحبش نستعمل في السابلي الفارينه والزيت وهكا باش تقعد لي يعني بيضه نطيبها، حابه نطيبها بيضه، ندخلها الفوق طيب كل واحد الفوق تاعها. هنا البنات انا ديجا راني دوبت السكر ديالي، دوبتو عفوا دوبت الشوكولا البيضه تاعي ودرت لها ملون غذائي الاحمر، اعطاني هذا اللون الوردي. اذا حبيتوا طريقه كيفاش ندوبوا الشوكولا باش ما تفسدناش قولوا لي في لي كومونتير باش نديرها لكم فيديو وحده.
وهناد يقولها يعني وش تحبوا، حبيتوا هذوك الحبيبات من الفوق، حبيتوا وردة بالسكر، ولا حبيتوا أي حاجة يعني تزيين أذواق، وكل واحد كيفاش يحبه. أنا بصراحة يعني هذا الجاتو درته الأسبوع في الكيلة، واحدة البنات خرجت لي 35 حبة، يعني 35 حبة صابلي. علبة شوكولاتة 500 غرام جتني قد من بعد نقولكم كيفاش تحسبوا، يعني الطريقة كيفاش كي تحبوا تديروا طلبية ولا تديروا مشروع حلويات في البيت كيفاش تحسبوا، نديرها لكم فيديو وحده إن شاء الله. يعني شوفوا البنات شوكولا كيفاش تقعد، يعني حاكمه البريق تاعها. كملاحظه البنات الصابلي تاعي بعد ما جمعتها بكريمه الزبده، راح لي مقطع تاع الفيديو هذاك، بعد ما جمعتها بكريمه الزبده درتها في الثلاجه مده نص ساعه يعني باش تحكم روحها هذيك الكريمه. من بعد بديت نقلاسي فيها لانه الشوكولا تاعنا تكون سخونه، تخافوا كريمه الزبده تدوبلكم. هنا البنات يعني راح لي الفيديو تاع كريمه الزبده هو الاول، دوك تشوفوا هنايا كيفاش درت، يعني كريمه الزبده هذه هي. انا عمالي في الاول راح لي الفيديو، من بعد لقيته باللي مازال وليت حطيته لكم في مع الاخر. شوفوا فوالا نستقي يعني كل زو. شوفوا خليتها يعني بيضه من الفوق ومن التحت لون شباب تاخذ لين. نديروا كريمه الزبده لصقوها، حاولوا كيفاش ديروا كريمه الزبده كميه يعني لاباس بها، لانه كريمه الزبده تجيكم قد نعطي لكم ان شاء الله نحط لكم فيديو وحده. يعني هذه الكميه تاع كريمه الزبده تجيكم سوسوة تاع هذه الكميه تاع السابلي، قلت لكم تخرج 35 حبه. حاولوا كيفاش يعني تطولها نفس القوام متوزنة فوالا. وشفتوني البنات يعني كيفاش قلاصيتها، هنا دخلتها للثلاجه مده 12 ساعه في الاخر. هنا بعد ما نشفت لي شوفوا البنات كيفاش جات بزاف شابه بريزونطابل، تقدروا ديروها حتى لي بواط تاع العراس، تقدروا تديها عروسه. انا قلت لكم درتها يعني اسبوع تاع طفله، ما كانش عندي المول تاع بيبي ولا عفسه حتى نشريه ان شاء الله. خيروا هذا لي موتيف درتها لهم، شوفوا يعني خرجت شابه فوالا. البنات نتمنى يعجبكم هذا لا فيديو، واذا عجبكم هذا لا فيديو ما عليكم ديروا لي جا